فعلا. شكرا جزيلا. انقسام حاد في المكونات السياسية في ليبيا في ردود الأفعال على إعلان المجلس مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، قرار رحب به الجيش الوطني، قوبل بتنديد من المجلس الرئاسي، من المجلس الأعلى للدولة، من حكومة الوحدة الوطنية. كيف يقرأ المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة سيد صلاح البكوش هذه القرارات وهذه التحولات؟ أنا في تصوري أن هذا تعميق، يعني بغض النظر عن أن هذا تعميق للأزمة السياسية اللي تعيشها ليبيا على مدى 10 و11 سنة الماضية، ولكن هذا ما كان ليحدث لولا دعم الحكومة المصرية لهكذا توجه. معناتها هناك تدخل بكل تأكيد، يعني هذا موثق في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن. الدعم العسكري واللوجستي والسياسي والدبلوماسي لحفتر وعقيلة صالح، هذا واضح، وكان واضحا في حرب حفتر على طرابلس التأييد المصري، ووضع خطوط حمراء لا يتخطاها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق وما إلى ذلك. ولكن ما حدث الآن أصبح على الأقل هناك ما يسمى بتبعات جيدة، وهي أن أصبح الآن اللعب على المكشوف. لأن الآن أعلن مجلس النواب أنه لا يلتزم بالاتفاق السياسي، وهو ما كنا نقوله منذ مدة. الآن أعلن بوضوح أنه لا يلتزم بالاتفاق السياسي، لأن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 والذي أكده الاتفاق السياسي الموقع في تونس وجنيف في 2020 أكد بأن القائد الأعلى للجيش الليبي هو المجلس الرئاسي. هذه هي أهم شيء بالنسبة للمجلس الرئاسي، وهو الذي يفسر وجود المجلس الرئاسي. بدونه يصبح المجلس الرئاسي مجرد استعراض بروتوكولي. فالآن بما أن مجلس النواب ألغى اعترافه بالمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي، أصبح أيضا مجلس النواب غير شرعي، لأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات يقول بالحرف الواحد يستمد مجلس النواب ومجلس الدولة شرعيتهما من هذا الاتفاق. ليش؟ لأن مجلس النواب عندما انتخب في 2014 نص قانون الانتخاب على أن ولاية المجلس 18 شهرا ولا يمدد له إلا باستفتاء. 18 شهر انتهت في 15 أكتوبر 2015 ومن ثم أتى قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في 2014 والذي أبطل انتخاب مجلس النواب، ومن ثم أتى الاتفاق السياسي في الصخيرات لكي يعطي مجلس النواب شرعية عن طريق النص على أن هذه الأسنان تستمد شرعيتها الآن من هذا الاتفاق السياسي. إبطال الاتفاق السياسي يعني أنه ليست هناك أي قواعد، لا الإعلان الدستوري يحكم هذه الأطراف، ولا المجتمع الدولي يستطيع أن يحكم هذه الأطراف، وليست هناك قوانين داخلية تحكم هذه الأطراف. فالآن الملعب مفتوح وكل الاحتمالات واردة. بمعنى الملعب مفتوح وكل الاحتمالات واردة، هل يمكن أن نرى، معناتها الله يقدر، هناك حمل سلاح من جديد، وهذا ربما ما التمسناه في بعض المناطق، بعض القوات قاعدة تتوسع في المجال متاعها، شو اللي يمكن أن يحدث جراء هذا القرار أستاذ صالح البكوش؟ نستطيع أن نقول بدرجة عالية من الثقة بأن احتمال حدوث حرب كبيرة بين هذه الأطراف كالحرب التي حدثت في 2019، أعتقد أنها احتمال صفري، خاصة في ظل توافق دولي على هذه النقطة، لا حرب جديدة. وأعتقد أن التوافق
التركي الروسي المصري هو على أنه ليس هناك حرب جديدة، ولكن الاستمرار في التقسيم العملي للدولة الليبية بين شرق وغرب. شقد على نفس التقسيم، معناتها بين دولة في الشرق ودولة في الغرب. بالضبط، وهذا هو الاتفاق الذي حدث بين محافظ المصرف المركزي وعقيلة صالح برعاية مصرية في القاهرة. الميزانية تقول 10 مليار للتنمية في بنغازي و10 مليار للتنمية في طرابلس، وتدفع مرتبات حفتر وتدفع مرتبات الجهة الغربية. وعين حفتر ابنه مسؤول عن الإعمار في ليبيا بميزانية 10 مليار، ومعفي بالقاسم حفتر ابن حفتر معفي من مراقبة المراقبة التي يمارسها ديوان المحاسبة على جميع المؤسسات في ليبيا، ومعفي من الرقابة من هيئة الرقابة الإدارية التي تراقب أداء جميع مؤسسات الدولة ما عدا هذه الجسم الجديد، وأيضا أعطي صلاحيات وزارة المالية ووزارة التخطيط. هذا ابنه بالقاسم، ابنه الآخر رقاه، الرجل لم يكمل الدراسة الجامعية ولم يدخل قط في كلية عسكرية، الآن عينه رقاه إلى رتبة لواء وعينه رئيس أركان القوات البرية. وابنه الآخر خالد حتى هو لم يدخل مدرسة كلية عسكرية ولم يكمل دراسته الجامعية، رقاه إلى لواء وعينه رئيس أركان القوات الأمنية. ترين ما هو النموذج المتبع الآن. هذا التقسيم اليوم الذي تحدثت عنه، معناتها أستاذ صالح البكوش، هل هو نفس ما صرح به رئيس البرلمان عقيلة صالح عن ضرورة تقسيم ليبيا لمحافظات حلا للأزمة؟ نفس التمشي؟ أعتقد أن هذا تهديد فارغ معنى له، لأن حتى عائلة عقيلة وقبيلته لعبيدات ترفض ذلك، لأن ذلك يعني ضمنيا هذا التقسيم يعني تحول برقة إلى المحافظة 27 في مصر. بمعنى الخطورة في ذلك، الخطورة في ذلك أنه في العهد القرملي استنجدت قبائل، ومنها قبيلة، ومنها بالذات قبيلة عقيلة، استنجدت بالوالي العثماني في طرابلس لحمايتها من قبيلة أولاد علي، وأرسل الوالي العثماني قوة دفعت بأولاد علي إلى ما بعد الحدود المصرية. هذه تسمى تجريدة حبيب. حبيب كان هو ابن شيخ قبيلة العبيدات التي منها عقيلة، وتقطن شرق ليبيا إلى الحدود المصرية. الآن حفتر يستنجد بأولاد علي ضد القبائل الأخرى في برقة، وهذه القبائل تعرف بأنه إذا دخل أولاد علي والقبيلة الأخرى الجوازي اللي هم يقطنون الفيوم وما إلى ذلك في مصر، إذا دخلوا في ليبيا فسيشكلون أغلبية ساحقة وقد تدفع بهم مصر إلى داخل الحدود الليبية وتقول لهم هذو ليبيين، حتى اللبس بتاعهم لبس ليبي، فرملة وجلبية وما والش يسموها أنتوا الطاقية الحمراء، الشاشية. وهذا منهم حوالي 10 مليون في مصر. معناتها اليوم مصر تلعب دور مهم، معناتها مصر تلعب دور مهم اليوم في هذا الوضع. تخريبي بامتياز، وهذا ليس بجديد على مصر. هناك مذكرات للسيد عبد السلام جلود الذي قام بالانقلاب مع 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 معمر القذافي في 1969 على النظام الملكي، في مذكراته يقول بأنه بعد شهر من ذلك الانقلاب ذهب إلى السجن المركزي لكي يطلع على أحوال القيادة السياسية الملكية المحجوزة في ذلك السجن.
وتحدث مع أول رئيس وزراء في عهد المملكة محمود المنتصر، ويقول هذا ناصري عبد السلام الجليل، ويقول بأنه قال للسيد المنتصر: أنتم خنتم البلد وبعتم القواعد للإنجليز والأمريكان. فرد عليه طبقا عبد السلام الجليل، رد عليه المنتصر وقال له: نحن أجرنا القواعد لأنه لم تكن لنا لدينا أي أموال ولكي نعلمكم ونغذيكم. وقال له: ذهبت أنا والملك إلى مصر لطلب سلفة 1,000,000 جنيه مصري في 1952. قال: بعد 3 أيام طلبني الملك وقال لي: محمود، علينا أن نرجع إلى ليبيا. وفي الطريق الصحراوي قال له الملك: تصور يا محمود، عبد الناصر طلب مقابل 1,000,000، طلب أن نتنازل له على الأراضي الليبية على الحدود المصرية، وأن نعين في وزارة المالية وكيلا لوزارة المالية مصري. حتى نفهم أنه التدخل في الشأن الليبي كان منذ أمد بعيد، يعني منذ عهد في الستينات. تدخل على النت في الستينات. حتى نحكي شوية بعد ثلاث انفجارات في حقول النفط، وفي المحكمة اكتشفوا بأن هذه المتفجرات سلمت لليبيين عن طريق القنصلية المصرية. هذا التدخل اليوم مد الناصري والسب في بورقيبة والسب في الملك والسب على أساس أنها أنظمة رجعية وما إلى ذلك، وسموا في قناة في محطة صوت العرب وما إلى ذلك في المحطة المصرية كانوا يقولون عن الحبيب بورقيبة الرجل المهووس. خلينا أنت انتقلت إلى تونس، نحكي شوية على دور تونس في هذا الموضوع. هل يمكن لتونس أن تتدخل لتهدئة الأوضاع اليوم بين الشقين الليبيين، بين الغرب والشرق في هذا الموضوع؟ يمكن لتونس أن تلعب دور الوساطة؟ تونس لديها ما يكفيها، ولكن أعتقد أن الدور التونسي والآن الموقف التونسي هو أفضل موقف، لأنها مثال على عدم التدخل في شؤون دولة جارة. تعتبر الحل ليبي ليبي؟ باعتبار أن الحل ليبي، تفضلوا تبجوا تجتمعوا عنا، تفضلوا مرحبا بكم. ما تبوش تجتمعوا عنا، تجتمعوا في المغرب، تجتمعوا في مصر، تجتمعوا في الجزائر، تفضلوا. والليبيين يدخلوا ويطلعوا بسلاسة. هذا هو المثال. مصر تعرف بأن الموقف المصري موقف سيء جدا، هو أن الملف الليبي بأكمله لدى المخابرات المصرية وليس لدى الخارجية المصرية. هذا ما يعتبره الجهة الغربية اللي انت تمثلها هكا ولا لا استصلاح البكوش؟ هذا يقوله المصريين. الملف الليبي، لجنة الملف الليبي يرأسها السيد رئيس المخابرات المصري. يعني بالنسبة لك الحرب، ما فماش حرب، لا حرب في هذا الموضوع، والحل لا هو حرب ولا سلم. لا حرب ولا سلم، والتقسيم سيقعد معناتها شرق غرب، كل جهة تحكم المجال الترابي اللي هي موجودة فيه، وكل واحدة عندها الولايات متاعها. في غسان سلامة المندوب الأممي السابق قال لأن ربما هذا أفضل ما يمكن الوصول إليه، البترول يضخ، الجميع يتحصل على مرتبات، وليست هناك حرب كبيرة. لكن هذا بطبيعة لا يخدم مصلحة ليبيا. أي ليبيا على فكرة الصراع الوحيد في العالم الذي تدفع فيه الحكومة المركزية مرتبات الأطراف المتصارعة كلها. واضح. شكرا المستشار السابق لمجلس الأعلى للدولة سيد صلاح البكوش، شكرا ليك.
في قراءة على قرارات أعلن مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبي باعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش. نرجع إلى تونس نحكي أكثر تفاصيل في هذا الموضوع. أستاذ معتز القرقوري.